هو تسلسل الأحداث بيمشي إزاي؟ يعني النادي بيعلن عن وجود مثلا أماكن خالية في لجان معينة، تمام، واللي حابب يتقدم بيتقدم. حضرتك لما تقدمتي سواء في البداية للجنة المرأة أو بعد الشفت اللي حصل وانضمتي للجنة الطفل، بتتقدمي بس ولا بيكون معاكي كمان خطة معينة بلان بتعرضيها على القائمة؟ طبعاً. هو اللي حصل ان احنا بعد الانتخابات كان من ضمن البرنامج عائله الاهلي ان هو يبقى فيه لجان معاونه لمجلس الاداره. فاحنا كنا طبعا متابعين لان احنا كنا عايشين في فتره الانتخابات، ويمكن اقول انا اللي كنت عايشه، لان انا كنت من الناس اللي بتدخل النادي من 4:30 الفجر بتخرج الساعه 1 بالليل. ولادي رياضيين وكان ابني كبير بطل سباحه في النادي، فكنت بدخل بقى بفتح باب النادي واقفله الساعه 1 بالليل بالهاندبول الصغير. فيعني انا كنت عايشه احداث النادي كلها. فطبعا كان برنامج عائلات الاهلي ده من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده ان هو يبقى فيه لجان معاونه. وطبعا احنا كنا عارفين بقى ان في لجنه شباب ولجنه مراه، ما كانش في لجنه طفل، وكان لجنه الرواد وذوي الاحتياجات الخاصه وكده. الحقيقه انا كواحده من الناس كعضوه يعني اما شفت الموضوع، فكان كاتبين اعلان، نزل الاعلان ونزل التقديم في العلاقات العامه وكان موجود في استمارة. رحت وقدمت في العلاقات العامه واستمارة وانا ما اعرفش اي حد خالص، ولا استمارة ومعاها خطه، صح كده؟ ما انا هقول لحضرتك بقى. اما رحنا بقى قدمت الاستماره ما كانش معايا خطه ولا حاجه. احنا بقى في الانترفيو، رحنا الانترفيو كان في اهل الجزيره، قابلنا استاذ محمد يوسف كان هو رئيس اللجان العليا، ودكتور عزه زيان كانت هي رئيس لجنه المراه وقتها، واستاذه ريهام طبار واستاذ محمد سمير اعضاء اللجنه العليا كلهم كانوا موجودين. والحقيقه اتعمل لنا انترفيو من مجموعه كلها. كان هو الموضوع بقى انت هتقدمي ايه للنادي، انت الخبره بتاعتك السابقه ايه، انت ممكن يبقى مقترحاتك ايه، وكل الناس اللي كانوا موجودين كان هذا السؤال عليهم يعني اتسال كده. فتم الاختيار بقى، يعني انا طبعا قدمت وسكت خلاص، يعني انا كده كده بخدم النادي جوه النادي، انا كده كده بفتح الباب وبقفله يعني مش مشكله خالص يعني. وانا من ضمن الناس اللي مشجعه جدا، كنت انا معروفه في الهاندبول ان انا كنت مشجعه قويه جدا في النادي. لا كمان شغف حضرتك ويعني وحبك للاعمال التطوعيه. طبعا لا انا كنا نروح بطولات اسكندريه او نروح في اي بطولات كنت انا المتسعمه الموضوع يعني في الحاجات. لا اصل الاهلي بالنسبه لنا روح وحياه، صح؟ بس فروحنا بقى بعد كده ما حصل الانترفيو، فالحمد لله كان عندي سابقه احداث كويسه يعني من خلال شغلي من اول ما انا اتخرجت وانا بشتغل في العمل التطوعي من اساسه، ومن الاهرام، من كنت في الاهرام اساسا من اول وانا في سنه رابعه في الكليه. بس فالحمد لله يعني بدا بقى من هنا الاحداث. ففوجئت ان انا لقيتهم بيكلموني انت تم اختيارك، وتم اختيارك كمان كمقرره للجنه يعني. بس الحمد لله.